بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من بعد، في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو واحد التمرين كيتعلق بالدالة الخطية والدالة التأليفية. تكون إف دالة خطية بحيث صورة العدد واحد كتساوي ثلاثة. أولا نحدد معامل الدالة إف، ثم صيغة الدالة إف. نعتبر الدالة التأليفية جي بحيث سجل إكس تساوي ثلاثة إكس زائد اثنان. صوب صورة العدد ناقص واحد بالدالة جي وصورة العدد صفر بالدالة جي. ما هو العدد الذي صورته خمسة بالدالة جي؟ ثالثا مثل مبيانيا الدالتين إف وجي في معلم متعامل منظم. ثم السؤال ب، هل التمثيلة المبيانية للدالة إف وجي متوازية؟ عليه جواب. غادي نبداو بالأول. معامل الدالة الخطية إف، لا مباشرة فاش كنقول الدالة الخطية إف يعني هي فاش تكتب على شكل إف لإكس كتساوي أ إكس، بحيث أ هو المعامل ديالها و أ هو كيساوي صورة العدد إكس على إكس. هنا شنو عندنا؟ لدينا صورة العدد واحد بالدالة إف شحال كتساوي؟ ثلاثة. إذا أ يساوي صورة العدد واحد على العدد إكس، إكس على العدد واحد. صورة العدد واحد بالدالة إف هي ثلاثة على واحد كتساوي ثلاثة. صيغة الدالة إف هي إف لإكس تساوي ثلاثة إكس. ثم ثانيا نعتبر الدالة التأليفية للجي يعني جي لإكس تساوي ثلاثة إكس زائد اثنان. واحسب صورة العدد جي ناقص واحد. واحد، لأن صورة العدد ناقص واحد بالدالة جي كتساوي، إذا في مكاينة إكس غادي نعوضو، إذا في مكاينة إكس غادي نعوضوها بناقص واحد. إذا شنو غادي ثلاثة ضارب ناقص واحد زائد اثنان. ثلاثة ضارب ناقص واحد هي ناقص ثلاثة زائد اثنان. مجموع عددين متخالفين الإشارة اللي عنده بعد مسافة هو العدد ناقص ثلاثة. ثلاثة ناقص اثنان هي ناقص واحد. ثم صورة العدد صفر، نحسب صورة العدد صفر. إذا ثلاثة، إذا في مكاينة إكس غادي نعوضو بصفر زائد اثنان. ثلاثة في صفر هي صفر زائد اثنان تساوي اثنان. صفر زائد اثنان، إذا صورة العدد جوج بالدالة جي هو اثنان. ثم السؤال الثالث، ما هو العدد الذي صورته خمسة بالدالة جي؟ يعني ب، صورة، ولا عفوا، العدد الذي صورته بالدالة جي هو خمسة. شنو كيعني هذا؟ هنا مثلا العدد اثنان هو العدد الذي صورته بالدالة جي، يعني العدد اللي صورته اثنان بالدالة جي هو صفر، لأن صفر كتساوي اثنان. نفس الشيء هنا، إذا عندنا جي لإكس كتساوي خمسة، مثلا كنبحثو على خمسة، شنو هو هذا العدد؟ إذا درناه هنايا غيعطينا خمسة. جي لإكس شنو هي؟ هي جوج ثلاثة إكس زائد اثنان، إذا ثلاثة إكس زائد اثنان كتساوي خمسة. نحول الطرف الآخر، إذا نبحثو على إكس، إذا خمسة ناقص اثنان، إذا ثلاثة إكس كتساوي خمسة ناقص اثنان هي ثلاثة. ثلاثة إكس غادي نقسمو على ثلاثة، ثلاثة غادي نقسمو على ثلاثة، باش نخلصو من ثلاثة هنا. إذا إكس تساوي ثلاثة على ثلاثة هي واحد. إذا العدد الذي صورته خمسة بالدالة جي هو واحد. العدد الذي صورته بالدالة جي، العدد الذي صورته خمسة بالدالة جي هو واحد. ثم السؤال، لا تمثل مبيانية الدالة إف وجي في معلم متعامد ومنظم. إذا عندنا تمرين ثلاثة، إذا عندنا العدد إف واحد تساوي ثلاثة. إذا خدينا التمثيل المبياني ديال الدالة إف، دالة خطية يعني كيمر من أصل المعلم. هنا النقطة الأولى مثلا أ هي واحد ثلاثة، غادي نجي نمثلوها في معلم متعامد ومنظم. إذا كاينة واحد هي ثم ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، لما غادي نرسمو عمود كيمر من ثلاثة ها هو، ثم غادي نرسمو واحد العمود آخر من واحد. إذا كنمثلو النقطة واحد ثلاثة، هادي هي. وعندنا التمثيل المبياني ديال الدالة إف كيمر من أصل المعلم، يعني كاين من النقطة أو. إذا هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة إف. تبقى لنا الدالة جي. الدالة جي فهي تألفية، يعني ما كتمرش من أصل المعلم. هنا عندنا جوج ديال النقاط، عندنا صورة العدد ناقص واحد فرقيناها كتساوي ناقص واحد، يعني النقطة الأولى هي ناقص واحد ناقص واحد. ثم النقطة الثانية مثلا عندنا صفر كتساوي جوج، يعني النقطة مثلا سي كتساوي صفر جوج. إذا غادي نمثل النقطة الأولى ناقص واحد ناقص واحد، ناقص واحد وهنا ناقص واحد. النقطة الأولى ناقص واحد ناقص واحد، ثم النقطة الثانية صفر جوج، يعني صفر اثنان، صفر هاي اثنان. ثم مثلا نربطو بيناتهم، إذا هذا هو التمثيل المبياني ديال جي، إذا هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة جي. ثم السؤال ب، هل التمثيل المبياني للدالتين في جي متوازيان؟ إذا خدينا هذا من خلال الشكل فهو متوازيان. إذا التمثيل المبياني
الدالة جي وإف متوازيان. علاش؟ قال لك عندي جواب، لأن إلا خدينا جي لإكس، شنو تلاتة إكس زايد اتنان؟ تلاتة إكس زايد اتنان، شنو هو المعامل ديال تالا جي؟ معامل دالة تآلفية جي هو شحال؟ هو تلاتة. ولدينا إف لإكس كتساوي تلاتة إكس. معامل دالة خطية إف هو تلاتة. إذا تلاحظ بلي عندهم نفس المعامل، إذا نفس ديال إذا فاش كيكون عندها نفس المعامل على نفس الميل هما كانوا موازيين، لأن وبما أن تمثيلين مبيانيين دالة إف والشيء لهما نفس المعامل وتلاتة فإنهما متوازيان. وبعدين نكون سالينا التصحيح ديال التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.